السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتنا، حيث نغوص اليوم في بحر من الروحانية والتأملات العميقة. حديثنا اليوم عن سورة عظيمة، هي أطول سورة في القرآن الكريم، لكنها ليست طويلة فقط بآياتها، بل ببركتها وأثرها في حياتنا. إنها سورة البقرة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة والشياطين. سنتحدث اليوم عن فضل سورة البقرة ونتأمل في معجزاتها، ونستعرض قصصا حقيقية لأشخاص وجدوا فيها شفاء ورزقا وحلولا لمشاكل حياتهم. سورة البقرة ليست مجرد آيات تقرأ، بل هي وسيلة من وسائل التحصين البركة والراحة النفسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سنامة، وإن سنام القرآن هو سورة البقرة، وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي تقرأ فيه. وهذا الحديث يفتح لنا نافذة لنفهم كيف يمكن لهذه السورة أن تغير حياتنا. سورة البقرة هي دستور حياة مليء بالأحكام والقيم، ومن واظب على قراءتها بانتظام يجد بركتها تمتد في جميع جوانب حياته. المعجزات المرتبطة بسورة البقرة: الله سبحانه وتعالى جعل في هذه السورة آيات تعالج القلوب وتغير القدر، ومن أهم هذه الآيات آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. إنها آية للحفظ والحماية، تقرأها في صباحك ومسائك فتجد نفسك في أمان من كل سوء. خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. هذه الآيات ليست فقط لحمايتك، بل هي مفتاح لجلب السكينة إلى قلبك. سأشارك معكم قصص واقعية عن سورة البقرة. شفاء مريض من مرض مصاص. كانت امرأة تعاني من مرض عضال لسنوات، ولم يجد الأطباء حلا لها. نصحها أحد العلماء بالمواظبة على قراءة سورة البقرة كل يوم بنية الشفاء. خلال شهر من الالتزام اليومي بدأت تشعر بتحسن ملحوظ، وبعد فترة وجيزة شفيت تماما. تحقيق الرزق بعد ضيق شديد. كان رجل يعاني من الديون والفقر الشديد، نصحه صديق بقراءة سورة البقرة كل يوم، وخاصة في الثلث الأخير من الليل مع الدعاء الصادق. بعد شهرين فقط حدثت تغييرات عجيبة، حيث جاءته فرص عمل غير متوقعة، وبدأت حياته المالية تتحسن تدريجيا حتى أصبح من أهل الرخاء. استجابة الدعاء وإنجاب الأطفال، هذه معجزة. امرأة لم ترزق بالأطفال لسنوات طويلة رغم محاولاتها المتكررة للعلاج، قرأت عن فضل سورة البقرة وقررت قراءتها يوميا بنية الإنجاب. بعد فترة قصيرة استجاب الله لدعائها ورزقها بطفل كانت تنتظره لسنوات طوال. الآن سنعرف كيف نستفيد من سورة البقرة لتحقيق المعجزات. أولا، اليقين بالله. المعجزات تبدأ باليقين بأن الله قادر على كل شيء. حين تقرأ سورة البقرة عليك أن تؤمن بقدرة الله على تغيير حالك مهما كانت الصعوبات. ثانيا، الاستمرارية. قراءة سورة البقرة مرة واحدة قد لا تكفي، اجعلها جزءا من روتينك اليومي. اقرأها بنية محددة، سواء كانت للشفاء، للرزق، أو لحل مشكلة معينة. ثالثا، الإخلاص والنية. اجعل نيتك خالصة لله وابتعد عن أي شك أو تردد،
الله يحب من يدعوه بإلحاح ويقين. رابعا، التدبر في المعاني. أثناء قراءتك لا تجعل مجرد تلاوة، بل توقف عند المعاني وتأمل كيف أن كل آية تحمل رسالة عظيمة لك. سورة البقرة ليست مجرد سورة تقرأ، بل هي شفاء للقلوب، حماية من الشيطان، وبركة للحياة. اجعلها رفيقة يومك وسترى كيف تتحقق المعجزات أمام عينيك. هل لديك قصة عن سورة البقرة؟ شاركها معنا، لعلها تلهم الآخرين. شكرا لحسن استماعكم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.